ذهب وفضة ونساء وأكل وشرب كل شيء. أراد أن يسافر هذا الغني يوما من الأيام. شوف القصة التي ربما تكون حقيقية، ربما يذكرها من كتب الأولين. يقول: فأراد أن يسافر هذا الفاجر، فقال لخدمه: جهزوا لي مركبا. فقالوا له: هذا مركبك. قال: لا، أريد أحسن من هذا، عند مراكب ربما دواب الأمم السابقة. وكلما قربوا مركبا قال: لا، أريد أفضل منه، حتى أعجب بمركب من المراكب، أعجب بمركب. قالوا: أي؟ قال: أين الثياب؟ وين ثيابي؟ أين ثيابي؟ وكلما قربوا له ثيابا ما تعجبه، فاجر ما يعجبه شيء من الدنيا، حتى أعجب بثوب فلبسه، أغلى ثوب وأغلى مركب، فركبه يتباهى به أمام الناس، يريد السفر. شوف أحلامه، انظر إلى آماله وأحلامه، يحسب أن ماله أخلده. فجأة وقف أمام الموكب والمركب رجل فقير أشعث أغبر، وقف أمامه ولم يتحرك. قال الحرس، قال الخدم: ابتعد، تنحى عن الطريق يا هذا. قال: والله لن أتنحى، لن أتحرك. قال له الغني الفاجر: قال تنحى يا فلان، ويحك، ابتعد، وإلا يعني الخدم والحشم يقتلونه. قال: والله لن أتحرك. قال له الغني الفاجر: ماذا تريد؟ سلم الفقير فما رد الغني السلام. قال: ماذا تريد؟ قال: لي إليك حاجة، أنا بحاجة إليك. قال: بسرعة بسرعة أخبرني عن حاجتك. ظن أنه يريد مالا، أخبرني عن حاجتك بسرعة. قال: لا، الأمر سر بيني وبينك. قال: عجيب أمرك، ما أجرأك؟ ويحك، ماذا تقول؟ قال: الأمر سر بيني وبينك، انزل أريد أن أكلمك. فنزل الفاجر ونزل الغني الكافر، نزل من مركبه. قال: هيه، هات ما عندك، ماذا تريد؟ قال له: أعرفتني؟ عرفت أنا من؟ قال: لا، حالك حال أي فقير، حثالة، أنتم لا نأبه لكم. قال: ألم تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا ملك الموت. فاصفر لونه واضطربت جوارحه وارتعد وذل. قال له: أمهلني ساعة، أخرني ساعة. قال: لما؟ قال: أريد أن أسلم على أهلي وأودع أولادي. قال: والله لم يأمرني الله بذلك. فنزع روحه فخر كأنه خشبه.